Hello everyone, this the Norway. الخبز كيتو دايت هنعمل البدائل هنعمل بالمقلة هنعمل بالفرن هنعمل الشوكولاتة كيتو دايت مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة من الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم يلا الوصف هان احنا حنعمل بديل لدقيق اللوز لأن اللوز غالي كتير وفي ناس كتير ما بتقدر على ثمنه وعنا حنعمل بديل عن الجلوتين نفس الشيء هو غير موجود وثمنه كتير غالي ومش موجود في كل مكان حنعمل احنا بالفول السوداني وبالبيض فول السوداني احنا بنطحنه في الماكينه وزغير غير متوفرة الماكينة ملاش لازمة ممكن نعمله يدوي يفضل الفول السوداني يكون غير محمص إذا بدنا نعمل خبز بيختلف عن الزبدة لو كان زبدة ممكن يكون محمص ندقه أهم شيء يكون ناعم والمنخل لازم يكون الفتحة تبعته نوعا ما كبيرة شوية هذا غير صالح هذا هذا ما بينفع لازم تكون الفتحة واسعة مثل هيك مثل ما انتم شايفين نوعا ما تكون واسعة مثل هيك بالنخل الفول السوداني اذا غير موجودة الماكينة بنستخدم يدوي هذا الفستق اللي عندي موجود محمص لكن هو لو كان ني يكون افضل هذا انا هستخدمه لوصفة تانية انتظروني وصفة كتير روعة 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 لوصفة تانية مختلفه نهائي انا عاوزه خشن لو انا مش عاوزه خشن ممكن انا اعمله زبده فول السوداني ممكن اللي عنده ماكينه بيستخدم الماكينه بيطحن على الماكينه ولكن لازم بهدوء لازم نوقف كل فتره وفترة نوقف الماكينه من شان الزيت ما يطلع من الفول السوداني مثل ما انتم شايفين بناخل. ولكن هيك في كمان هيك شوية مش لازم يطلع الزيت منه قدر الإمكان مش لازم نطلع الزيت منه يعني نشغل ونطفي الماكينة نشغل ونطفي الماكينة وأنا شايف النتيجة اليدوية أحلى كمان أنا حوزن دقيق الفول السوداني مية جرام هيك مية جرام لو انا عاوزه اعمله زبدة الفول السوداني الخشن لو انا مش عاوزه ممكن اعمله زبدة فول السوداني دائما تكون محمص بكون افضل لزبدة الفول السوداني لو طحنته باستمرار بصير زبدة كل الزيت اللي فيه بيطلع لانه هو مليء بالزيوت زي... هي زي... زيوت صحية هيك أصبح زبدة الفول السوداني هو كتير مناسب للكيتو في ناس كتير غير مقتدرة انه تجيب دقيق اللوز او تجيب بديل لجلوتين هو غير متوفر في كل مكان هنا هنعمل شوكولاتة الكيتو دايت زبدة خمسين جرام زبدة ذوبتها على الميكرويف تقريبا خمس ثواني عشر ثواني ومعلقة كاكاو مر خام بدون اي اضافات عليه أو معلقة معلقة ونص حسب ذوقكم أنتم وهان بديل السكر ستيفيا هو متوفر في كل مكان بديل السكر كمية حسب الزوم بنحرك جيد وبنوضعه بالتلاجة بعدها بفرجيكم كيف حيكون شكله هذا يعني هيك اللي هلا سائل هو لكن هو حيجمد يرجع جامد هنوضعه في التلاجة قليل وهلا بفرجيكم كيف هيكون شكله طبعا حن... لازم نستخدم زبدة يعني مش منجارينا لازم زبدة يكون المكونات هم اتنين المكونات الاساسيين هم اثنين دقيق الفول السوداني واحد كوب مية جرام وبيض عدد اتنين هذه هي المكونات كلها الرئيسية ولكن في ممكن احنا نضيف شغلات اختياري نضيف ملح حسب الذوق اختياري الكمية هي اختياري ممكن ما نضيفوش انتو حسب ذوقكم وبكم بودر واذا مش موجودة بكم بودر بكم صودا وممكن ما نضيفها خالص بس هي شوية بتفتح الخبز يمكن احلى شوية بتكون طبعا ممكن نضيف توابل احنا فلفل اسمر كركم كمون فانيلا شو بدكم انا عملت حامل كمان وحدة مع التوابل هذه ممكن احنا نعملها بالطباخ وعدي انا حفرجيكو كيف حعملها كمان انا في الفرن وحفرجيكو كيف في الفرن لكن انا شفتها النتيجة في الفرن شايفها النتيجة في, في الفرن هي افضل واحلى ولكن هو بديل أنا بنقلبها طبعا احنا بنغطيها لازم نغطيها عشان الرطوبة تضلها جوا الرطوبة بعد ما قلبناها يعني كلها تقريبا خمس دقائق حسب نوع الطباخ لكن لازم الحرارة تكون منخفضة جدا يعني اقل من وسط الحرارة تبع الطباخ تكون احنا يعني ممكن نعملها في القالب نغسل القالب بالماء ونوضع بالقالب حتى معلقة السيليكون ممكن نغسلها بالماء عشان ايش نعرف نتحرك فيها ما تلزق مثل ما حكينا الحرارة تكون أقل من الوسط الحرارة أنا بديكو خيارات ممكن نعمل بالفرن هلا بفرجيكو كيف حيكون شكلها بالفرن دائما أنا بفضل بخصوص الكيتو دايت مش كل الناس تقدر على نظام الكيتو دايت بفضل يكون في نظام حياة أفضل من الكيتو دايت جربوا نظام الصيام المتقطع خدوا شغلات المنيحة من الكيتو دايت وضفوها للصيام المتقطع الكيتو دايت صعب الاستمرار فيه مش كل الناس تقدر على الكيتو دايت مش كل الجسم بتقبل هذه هي الشوكولاتة جربوا الصيام المتقطع أفضل كتير من الكيتو دايت عملوا نظام حياة اقرأوا عن نظام المتقطع عن الصيام المتقطع هو موجود على النت اقرأوا عنه وخبروني كتير هو روعة وانا بستخدمه النظام هذا نوضع شوكولاتة هل عملناها ونوضع فول سوداني ممكن نوضع جبنة هذه وجبات كيتو دايت مثل ما حكيت لكم جربوا نظام الصيام المتقطع هو كتير روعة الواحد لازم يعمل نظام حياة كل أنواع الرجيم فاشلة كلها فاشلة في أفضل شيء هو نظام حياة حرارة الفرن من 180 ل 200 درجة مئوية في الرف الأوسط حسب نوع الفرن هي المدة أنا شايف الفرن هي أفضل أنا عملت بورق الزبدة بدون ورق زبدة بدون ورق زبدة بلزق ممكن ندهن تحت أي نوع دهون ندهن منشان كنت أنا أجرب هذا هو شكله بالفرن انا شايف شكله بالفرن افضل واحلى مثل ما انتم شايفين انا ضفت عليه توابل ضفت عليه كركم وفلفل اسود وكمون ضفت عليه ممكن نضيف سمسم حب البركة الحبة السوداء حسب ذوقكم وهذا هو من جوا كتير 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 هو حلو وروعة كتير كتير وبدائل عن الشغلات السمينة كتير هو روعة في أمان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة